يا عبد الرحمن اضرب اهو سالك الجو سالك الجو سالك يا التهريج وقلة الذوق دي حاضر حكمة حسني حكمة المحكمة حضوريا لجميع المتهمين بمعاقبة محمد حسني السيد مبارك بالسجن المؤبد. الله يخرب بيت حسني مبارك على يخرب بيت عقده. كان لا حول لها ولا قوة. واحد يجي يقول لك مين ابو شلاطين ده حسن صح؟ ما عادش ينفع حد يقول لك بس يلا مفيش كلام ده خلاص هنزل اقعد لكم في ميدان التحرير مرة. حكمت المحكمة حضوريا ببراءته مما نسب اليه. ارفض ان يسجن مبارك. راح مطلعين نقطه كده قال لك عمرو اديب مش عارف قال ايه. طب 1,000,000 جنيه مني اهو لاي حد يطلع لي الكلمه دي انا قلتها. انزل احط لكم فندان التحرير مال يلا دين امي ترحم ميتين اللي خلفوا ابويا وابوها. واحد مع بعض قول بص هنقف كده ماشي واحد كده شمال اثنين يمين بس.